انا اسمي محمد محمود محمد قوطه من قريه سيات مادي مركز اشمون منوفيه. احنا بنشتغل في صناعه الصدف. انا عندي 36 سنه، فمن وانا يعني انا اعتبر انشئت في هذه المهنه، لان والدي اتعلم المهنه ديت في الستينيات في القاهره، وجي فتح هنا في المنوفيه، وهو اللي علمنا وعلم بالناس كلها. وعندنا في القاهره اللي اكلم مثلا عن 30-40 ورشه، ورش يعني بتعمل مرحله واحده بس من الصدف، ما بيعملش كل المراحل. فاحنا عندنا هنا الحمد لله بفضل الله عز وجل عندنا هنا بدانا نطور من شغلنا، وبنعمل كل المراحل عندنا، او كنا بنطعم هنا وبنبعت الشغل على القاهره، هناك بتشطب وبتوزع من هناك. مع التطور واللي حصل في المهنه واللي احنا يعني بفضل الله عز وجل قدرنا ان احنا نحققه، ان احنا بدانا نعمل عندنا كل حاجه، الشغل من الف للياء. احنا العمال اصلا يعتبر عندهم كلهم نفس القريه، يعني الطفل بيبقى عنده مثلا قبل ما يخش المدرسه ممكن اهله مثلا بدل ما يسيبوه للشارع بيبعتوه الورشه بحيث ان هو يتعلم مهنه. كنت باجي اشتغل هنا واسلي وقتي هنا، بخلص مدرستي واجي ماجي اذاكر، واجي اذاكر يوم واجي اشتغل يوم عشان اجيب مصاريف الدروس واجيب مصاريف مدرسه، والاسبوع يعدي الاسبوع اللي بعده وكذا على طول. انا بقالي 7 سنين شغال في الصنعه دي. باخد اجر 50 جنيه في اليوم، مضاعرات وزار وتقفيص وحشو وسهم. في بعض الموظفين بيبقوا شغالين في مصانع وشغالين في وظائف، ويجي بعد الوظيفه يشتغل في الورشه. بالنسبه للتصنيع احنا في البدايه بنجيب الشغل كماده خام كخشب، وبعد كده نبدا نصنعه ونشكله على حسب الشغل المطلوب مننا، سواء كان مثلا كراسي اوتومانترهات، سواء كان مثلا مجالس عربي، سواء كان غرف نوم، سواء كان علب براويز انتيكات، على حسب الشغل المطلوب مننا بنقدر ننفذه عندنا نجاره. بعد كده نقدر يخش مرحله النجاره لمرحله الصدف، يخش يطعم صدف، يطعم ويتمعجن ويتصنفر، يخش صنفره ويتسروخ، وبعد كده بيخش من مرحله التصديف لمرحله التشطيب الدهان، ومن مرحله الدهان لمرحله اذا كان في تنجيد او في حاجات اضافيه بتركب عليه بيتشطب، وبعد كده بيسافر. بالنسبه للتسويق مش كل المنتجات عندنا بتمشي داخل مصر، يعني احنا عندنا حوالي مثلا من 10-15% بس منتجات، حاجات انتيكات، حاجات بسيطه بنوزعها على البازارات في الخليلي، الاقصر، شرم الشيخ، الغردقه، الاماكن اللي هي فيها بازارات سياحيه. يعني بيعتمد على السوق الخليجي كتير، انما في عندنا برضو السوق بقى السوق الاوروبي، بس ده بسيط جدا وبيطلب شغل مواصفات معينه ومواصفات اوروبيه بقى في التشطيب في الدهان والحاجات دي كلها. دي مهنه تراثيه من المهن اللي هي الحرفيه اللي بيعتمد يعني 100% شغلها يدوي. احنا بنطلب بس من الدوله ان هي يعني تدعمنا لان احنا نطور صناعتنا، بنحس ان هي تخلق لنا تكنولوجيا جديده ان احنا نطور الصناعه، نوصل لمرحله عاليه من التشطيب. احنا بنتعب كتير جدا لان احنا شغلنا شغل عشوائي يعني، فاحنا عايزين ان هم يساعدونا ان احنا نوصل للعالميه بمهنتنا ديت. فاحنا بس بنطلب من الدول ان هي تدعمنا في الخامات بتاعتنا، وتفتح لنا باب ان احنا نستورد خامات فعلا مثلا من الجمارك، تخلي بالها مننا في موضوع الضرايب، موضوع الكهرباء تدعمونا شويه، لان احنا بصراحه بندفع كهرباء هنا كتير جدا جدا يعني.